بإذن نروح الله. بقى للأخبار العالمية. عندنا النهاردة أخبار عالمية كبيرة جدا. طبعا كاسياس الحارس الأسباني العملاق طبعا بيعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا من سنة تقريبا. كان عنده مشكلة كبيرة جدا جدا في القلب ومر بأزمة قلبية السنة اللي فاتت، خضع على أسرها على عملية قسطرة في القلب، وأصبحت مسألة طبعا عودته للعب مرة تانية أو عودته للتدريبات أو ممارسته لكرة القدم بتمثل عليه خطورة كبيرة جدا. زال قرر الاعتزال، وكاسياس طبعا عاش مسيرة مع كرة القدم مسيرة كبيرة جدا جدا، من أعظم حراس المرمى على مستوى، مش على مستوى يعني ريال مدريد أو المنتخب الأسباني، لكن على مستوى الأوروبي والعالمي. كأس العالم كمان طبعا في كأس العالم، ويعني مسيرة كبيرة جدا. يمكن هو راح بورتو البرتغالي في آخر مشواره، وقدم شكل لا بأس به، سنه كان يتقدم شوية، لكن كاسياس سيبقى دايما من الحراس الكبار على مستوى العالم. هو تقريبا كابتن كان عنده نية أنه يلعب، بس تقريبا مشكلة قلبه دي زي ما انت قلت مأثرة عليه، علشان كده أعلن الاعتزال. وكاسياس زي ما كابتن هاني قال أسطورة فعلا ويلقب بالقديس، فإن مشواره ينتهي بالطريقة دي برضو يعني هو طبعا كان يتمنى، لكن طبعا احنا بنقول الصحة طبعا أهم من أي حاجة، وبتيجي ظروف قاهرة للاعبين إن هم بيعلنوا اعتزالهم. عندنا خبر كمان مهم جدا جدا يتعلق بالبريمير ليج أو الشامبيونشيب. النهاردة في مباراة بتقام لغاية دلوقتي، برينتفورد اللي بيلعب اللي غاب 73 سنة عن البريمير ليج، النهارده بيلعب بلاي اوف مع فولهام. المباراة شغال لغاية دلوقتي، يمكن النتيجة قبل ما نخش على الهواء كانت لسه 0-0. النادي ده هيحصل على 160 مليون جنيه استرليني، يعني حوالي 210 مليون دولار من الإيرادات الإضافية على مدار 3 سنين، في حال فوز، وفي حال فوز فولهام في نهائي البلاي اوف وعودته للدوري الإنجليزي. وفقا للإحصائيات إن ما يقدر بحوالي 85 مليون استرليني باوند من هذا المبلغ ستأتي من نصيب النادي من حقوق البث التلفزيوني، و75 مليون استرليني تاني هتيجي من خلال مدفوعات أخرى بيتم توزيعها على كافة الأندية على مدار سنتين، اللي هو موسم 21-22 وموسم 22-23. لكن وفي حال هبوط بيرفورد بعد موسم واحد، وده في حالة لو خسر او نزل الموسم اللي جاي، لو صعد السنه دي ونزل السنه اللي جايه هيحصل على 75 مليون، وان تجنب الفريق طبعا الهبوط في نفس الموسم بترتفع الارباح الاضافيه الى 265 مليون جنيه استرليني على مدى 5 سنوات. وده يعني هو دوت اللي بنتكلم عليه، ان الانديه اللي بتطلع من الدرجه الثانيه للدرجه الاولى في فلوس كتير جدا جدا بتدفع لها علشان يحافظوا على المستوى. طالع البريمير ليج لازم يجيب لعيبه على مستوى عالي جدا، لازم يكون في فلوس دخلاله بشكل كبير جدا علشان يستمر البريمير ليج على الشكل اللي احنا شايفينه، على التسويق اللي احنا شايفينه. وكمان الشامبيونشيب كمان في دوافع كتيرة جدا جدا ان الفريق اللي بيصعد للبريمير ليج بيضاعف ميزانياته بشكل غير طبيعي، وان شاء الله نشوف جزء من هذا النظام ان شاء الله يطبق عندنا في مصر ان شاء الله باذن الله. رابطة الدوري الايطالي النهارده اعلنت حصول الارجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس جائزة افضل لاعب في الموسم 19-20. الموقع الرسمي للدوري الإيطالي قال إن ديبالا تفوق على جميع اللعيبة بما فيهم زميله رونالدو، يعني رونالدو الهداف الكبير اللي عمل من الحقيقة أو حقق إنجاز النهاردة الدوري الإيطالي على مدار 9 مواسم. النهاردة باولو ديبالا هو اللي فاز بالجائزة دي، وخرج رونالدو الموسم ده بدون أي جائزة فردية حتى من جوائز الدوري الإيطالي.